Audio Jungle. إن لهذه الجامعة مكانة تجعلنا نفخر بها ونعمل من أجلها، فهي حلم سيدي خادم الحرمين الشريفين. في عام 1426 للهجرة 2005 ميلادية، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، لتكون بذلك أول جامعة عربية متخصصة في مجال الطب والعلوم الصحية. ونعلن تغيير مسمى جامعة الأمير عبد الله بن عبد العزيز لتصبح جامعة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه. وفي عام 1429 للهجرة 2008 ميلادية، دخلت الجامعة مرحلة جديدة مع تفضل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوضع حجر الأساس لمشاريع المدن الجامعية في الرياض وجدة والأحساء، لتوفير البنى التحتية اللازمة واستكمال مخططات الجامعة المستقبلية في بناء جيل وطني متميز من الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى ضمن بيئة علمية منشأة وفق أفضل المعايير العالمية للمؤسسات التعليمية. تضم الجامعة 14 كلية في 3 مدن جامعية في الرياض وجدة والأحساء، 7 كليات في المدينة الجامعية بالرياض: كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية التمريض، كلية العلوم والمهن الصحية، 4 كليات في المدينة الجامعية في جدة: كلية الطب، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية التمريض، كلية العلوم والمهن الصحية، و3 كليات في المدينة الجامعية في الأحساء: كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية التمريض، وكلية العلوم والمهن الصحية. التخصص العلمي يشكل أبرز عناصر ومقومات النجاح والتميز بالجامعات. نتطلع إلى جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية أن تكون جامعة متميزة بالتعليم الطبي والتعليم المهني الصحي، وتكون إضافة لشقيقاتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية، 3 جامعات تتقاسم التخصصات العلمية في 3 مناطق داخل المملكة العربية السعودية. تقدم الجامعة ما يربو على 20 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات الطبية والصحية، والتي تشمل الطب وطب الأسنان والصيدلة الإكلينيكية ونظم المعلوماتية الصحية والمختبرات الطبية والعلاج التنفسي والخدمات الطبية الطارئة والعلاج الوظيفي والتخدير والتغذية السريرية وتقويم النطق والسمع وتقنيات الأشعة والتمريض والتعليم الطبي وإدارة الأنظمة والجودة الصحية
والوبائيات والإحصاء الطبي والأخلاقيات الحيوية. كما تقدم الجامعة برامج للزمالة في أكثر من 40 تخصصاً في مختلف المجالات الطبية وتخصصاتها الدقيقة. حرصت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية على تميز مناهجها مستفيدة من التجارب العالمية الرائدة، ولها سلسلة من الاتفاقيات لتطوير برامجها الأكاديمية مع جامعات عالمية مرموقة، منها جامعة جنوب ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة سيدني في أستراليا، جامعة ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة ليفربول في المملكة المتحدة، جامعة توماس جافرسون في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة فليندرز في أستراليا، جامعة أركنسا في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة ماستريخت في هولندا. مناهج التي حصلت عليها الجامعة حرصت أنها تكون من أفضل الجامعات العالمية، وهذا بدوره أدى إلى أننا نبني على تجارب سابقة بدل أن نبدأ من جديد ونطوع هذه المناهج لكي تساعد على إخراج منتجات تعليمية متميزة. كانت أول اتفاقية مع جامعة ليفربول البريطانية، وهي جامعة رائدة في مجالات الصحة العامة. هي جامعة حصلت على جائزة نوبل في عام 1902، يعني أكثر من 110 سنوات. فهذه الاتفاقية جعلتنا نبدأ بقوة ونبدأ من حيث انتهى الآخرين، ولا نبدأ بجهود شخصية وذاتية. كلية العلوم الطبية التطبيقية لها تجربة رائدة، ونتوقع هذه الريادة لأنها بنت التعاون مع الجامعات العالمية على أسس واضحة، فتم وضع أسس واضحة للجامعات التي يتم التعاون معها، فتم وضع شهرة الجامعة وشهرة البرنامج، أن يكون المنهج محتوي على أحدث طرق التدريس. تبنت الكلية من بدايتها برنامج مأخوذ من جامعة سيدني، وهي جامعة عريقة في الطب، وهذا البرنامج يعتمد على تقسيم المحور التعليمي إلى أجزاء، وهي تشمل مرحلة تعليمية وكذلك مرحلة سريرية مندمجين في محور واحد، وهذا بالتالي يعطي فرصة للطالب بأن تكون هناك تعليم نظري وفي نفس الوقت هناك تعليم عملي. فعندما تندمج هذا الأسلوب جميعها يكون المخرج والاستفادة يكون أكبر بالنسبة للطالب. كما أخذت الجامعة في تقديم برامجها الأكاديمية بمنهج التعلم المبني على حل المشكلات، والذي يمثل أحد الأساليب الحديثة المطبقة في كليات الطب والعلوم الصحية، مما يتيح للطالب التعرف على الأساليب المثلى في دراسة الحالات المرضية بدءاً من الخطوات الأولى للتشخيص ووصولاً إلى الخدمات الطبية والرعاية العلاجية. توفر الجامعة بيئة تعليمية نموذجية وفريدة تحفز على التميز والإبداع، بعيداً عن الطرق التقليدية التي تعتمد على المدرس في التلقين والاستذكار. وكذلك حرصت الجامعة على الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات في تقديم مناهجها وإدارة مقرراتها وإجراء الامتحانات، وكذلك التواصل بين الطلاب وأعضاء التدريس. I think the future of King Saud bin Abdul Aziz University for Health Sciences is very bright. In the time that I've spent here, I've been incredibly impressed with the tremendous dedication and interest of the teachers and educators, the wonderful facilities, and I've heard a great deal about the tremendous plans for the future. So I think we have wonderful things to expect in the future. تحرص الجامعة على استقطاب الطلاب المتميزين من خلال معايير دقيقة للمفاضلة بين المتقدمين. القبول والسمعة الجيدة للجامعة
جلبت أفضل خريجي الثانويات في على مستوى السعودية. يتقدم لنا ما يقارب 10,000 طالب من المميزين على مستوى السعودية. طبعاً إحنا نرجو النجاح، ولتحقيق هذا النجاح لابد من وضع الأسباب لها، والأسباب والتحقيق هذا ركزنا على استقطاب الطلبة المتميزين، أن يكون استقطاب الطلبة والطالبات المتميزين والتركيز على نوعية الطلبة وليس الكمية. وقد انعكس ذلك على تفوق وتميز خريجيها، فقد حصل خريجو كلية الطب بالجامعة ولثلاث سنوات على التوالي على أعلى نسبة نجاح في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. من يومي طفل وأنا الحمد لله حلم الطب، واليوم أنا طالب طب، بكرة بإذن الله طبيب. أنا عن نفسي أفتخر جداً أني جزء من هالجامعة ولو جزء بسيط. إن المملكة العربية السعودية تستشرف مستقبلاً واعداً، وتترقب جيلاً وطنياً مؤهلاً وقادراً على النهوض بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة. وتأمل الجامعة بجهودها ومبادراتها العلمية والأكاديمية أن تكون أحد أهم المرافق الوطنية التي تؤهل لبلادنا شباباً في منتهى الكفاءة والنجاح، وليكونوا شركاء في تقدم هذا الوطن العزيز.